الكرام، ربي يسعدكم جميعا. ارحب بكم من مطبخي المتواضع زينة المطبخ. يا رب ان شاء الله فيديوهاتي تكون مفيدة لكم. على طلب واحدة من البنات رادت طريقة عمل تراب الملوك، حبيت اسويها قدامها. طبعا الطريقة الاصلية لتراب الملوك كل سهلة، ما تحتاج المكونات كثير. نحتاج طبعا هي حسب اعداد العائلة، نحتاج الى باكيت من البسكت، اذا يعني عائلة كبيرة خلوا ضعف المقادير، باكيت من البسكت، كيس واحد من الكريمة، هاي الباكيت بكيسين، انا راح اخذ كيس واحد، باكيت واحد من الجيمر. طبعا انا ما متوفر عندي الجيمر بصراحة، عندي هذا الكريم الخفق فراح استخدمه، هو نفس طعم الجيمر عادي ما يأثر، فراح استخدم باكيت ابو 200 ملي على كيس واحد مال الكريمة وباكيت واحد مالت. ونبدأ وياكم بالطريقة. هنا عندي محاضرة الطعام، حتى اذا تكسروه بايديكم يعني عادي ما يأثر، بس تكون طحنه طحن يعني ناعم. انا بهالشكل اريده تكون ناعم كانه تراب. نخليها على صفحه ونحضر الكريمه مالتنا. طبعا الكريمه تحبون تسووها بحليب او بمي، انا راح اسويها بمي، مي بارد اهم شيء. هنا نحضر الكريمة. طبعا عندي كل كيس مالت كريمة اخذ نص قلاص مي، مي بارد يعني شبه مجمد، شلون احنا نسميه مجلوش. اخلي كيس من الكريمة عليه. هنا صارت عندي بهالمرحلة انزل الاطراف تن ما يضل مي، وانزل الجيمر. بهالمرحلة جهزت عندي الكريمة مالتنا. طبعا هسه من تدخل الثلاجة راح تجمد عندي اكثر بهالشكل هذا. ناخذ نص كمية البسكيت، او انتم حسب ما تحبون تسوون طبقات يعني طبقتين او اكثر. كمية وافرة من الكريمة. طبعا اذا معون كبير راح ياخذ كل كميه الكريمه، بس انا المعون اللي عندي يعني مو كبير، فما حبيت اخلي اكثر من هيش كميه. باقي البسكيت ارشه على الوجه. يعني من الافضل ان يكون الوجه عشان يعني منعدله بالخاشوقه مثل التراب. تحبون تزينوها انتم براحتكم، تريدون باقي الكريمه، تريدون تخلوها هيك بهالشكل هذا، بس هو هذا الشكل هو اللي تراب الملوك يصير بهالشكل هذا، طبقات من البسكت والكريمه، وانتم مثل ما قلنا براحتكم تسوون الطبقات اللي تريدوها. انا حبيت اسويها طبقه كريمه وطبقتين بسكت. هذا كان طبقنا اليوم، اتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، ولا تنسوني باللايك احبابي، ربي يسعدكم. Genial.